باش تكونوا بطبيعة الحال تكونوا منتخبين باش تكونوا في التمثيليات باش نتواجدوا. هادشي خصو عمل، عمل ميداني بطبيعة الحال في التقطيع ديال الشباب وفي التواجد مع الساكنة اللي تاقت فينا. متواجدين معاكم مستعدين نواكبكم، خاصنا خاصكم كمناضلين لبلدية الأحرار، لأن كاين مشاكل كتبقى ولكن أي حاجة كيمسحوها في الحكومة والرئيس ديالنا اللي الحمد لله رغم الظروف اللي كاينة استطعنا عدد الخدمات تقدمات هاد البلاد في ظرف هاد الوجيز. التمثيلية الإقليمية ديال المواصل راه ما كاينش رئيس، راه المكتب كله إن شاء الله غادي يشتغل، ما عندناش فرق بين هذا ومن هذا، هذا كنقول لكم ماشي غير هذه غير صفة ورا الشيء غير غيكون ان شاء الله كلشي مجموعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا كنشكروا الموقع المغربي اليوم على الحضور وعلى المسانده ديالكم في انجاح هذا الجمع العام التاسيسي لفرع الشبيبه التمثيليه الاقليميه النواصر. الحمد لله اليوم تم جمع عام تاسيسي لانتخاب رئيس، والحمد لله وتم الثقة في عبدو ربيه، والحمد لله والانتخابات ديال الجمعان التأسيسي مرت في واحد الجو من الديمقراطية ومن النزاهة، والحمد لله هذا تكليف قبل ما هو تشريف. وكنبغيو نشكروا الحضور اللي جاو مثلنا اليوم، شباب المنطقه، اعضاء المنظمه الجهويه الدار بيضاء سطات اللي جاو شرفونا بالحضور. كنبغي نشكر كذلك المنسق الاقليمي السيد رفيق نور الدين على الحضور ديالو وعلى المساهمه ديالو. هذا الشيء ماشي غريب عليه، دائما الا كنلقاو في جنبنا، دائما في المكان وقفوا عليه كنلقاو في جنبنا. كنبغي نشكر كذلك الناس ديال المنطقه اللي ساعدونا اليوم ووقفوا معنا كلهم في انجاح هذا الجمع العام التاسيسي. انتخاب الرئيس غيتبعوه اللجان وغيت اللجان المحليه وغيتبعوا تشكيل باقي اعضاء تشكيل المكتب ديال التمثيليه الاقليميه. العدد اللي غادي يتشكل من 10 ديال الاخوان ان شاء الله. كنشكر الاخوان ديال الممثلين ديال الشبيبه التجمعيه الجهويه، كنشكروا الساده الحضور جميع الشباب ديال ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.